بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث آخر هنا في مدينة رام الله في الضفة الغربية. نلتقي الشخص الذي كان يعرف بالطفل المدلل للرئيس الراحل ياسر عرفات، والذي كان عضو اللجنة المركزية وأمين سر حركة فتح في لبنان، رجل دمج بين السياسة والعسكر، والشخص الذي يعرف ما يجري في المخيمات اللبنانية. لاحقته وعارضته إسرائيل لفترة طويلة لمواقفه السياسية والوطنية. ضيفنا اليوم هو سلطان أبو العنين، اللواء الذي كما قلنا دمج بين السياسة والعسكر. نلتقيه اليوم في برنامج حديث آخر. في عام 1951 ولد حسن أحمد أبو العنين المعروف بسلطان أبو العنين في جنوب لبنان لأسرة فلسطينية من بلدة الشيخ داود، وتنقلت بين عدد من المخيمات الفلسطينية في صور قبل أن تستقر في الرشيدية. بعد ذلك ب16 عاما انضم أبو العنين إلى التنظيم العسكري السري لحركة فتح، وعمل في الكثير من أذرعها العسكرية، وتدرب بعدها عسكريا في سوريا. بعدها بعام واحد انضم بشكل رسمي لحركة فتح السياسية ليصبح المسؤول عن المخيمات الفلسطينية في لبنان. في بداية الثمانينيات كان له دور بارز في حرب المخيمات الفلسطينية، وتولى قيادة حرب اجتثاث عدد من التنظيمات في مخيمات جنوب. في عام 1994 أصبح أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وخلال هذه السنوات واجه أبو العنين أكثر من 15 محاولة اغتيال. في عام 2000 حكم عليه القضاء اللبناني غيابيا بالإعدام بتهمة تكوين عصابة مسلحة بهدف القيام بعمليات إرهابية وعمليات اغتيال. بعدها ب6 سنوات برأه القضاء اللبناني وألغى العقوبة عليه، في حين رأى البعض أنه تم ترتيبها سياسيا وقضائيا. وفي عام 2009 أصبح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حتى عام 2017. واليوم سلطان أبو العنين يشغل منصب رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية بدرجة وزير. أهلا بكم في برنامج حديث آخر، والآن نلتقي اللواء سلطان أبو العنين قيادي في حركة فتح. مرحبا بك سيد سلطان أبو العنين. أنت ولدت في عام 1951 في جنوب لبنان تحت اسم حسن أحمد أبو العنين لعائلة فلسطينية من بلدة الشيخ داود. في البداية كيف أثر المخيم على شخصيتك، ومن أين الاسم سلطان؟ يعني أولا المخيم كان له تأثير بليغ فينا كفلسطينيين. رد الفعل كان نتيجة المعاملة التي كنا نعامل بها في المخيمات من السلطات اللبنانية القائمة والموجودة داخل المخيمات. المعاملة السلبية التي كانت تلحق بنا جميعا، وخاصة الشبيبة من الطلاب، كانت قوة دفع للفلسطينيين ليبحثوا عن الخلاص. كانت البداية صوت العاصفة، كنا نسترق السمع عليها خلسة، هي وصوت العرب كانت محرمة وممنوعة عن الفلسطينيين، يعاقب عليها السلطات القائمة داخل المخيمات. عذبنا في السجون اللبنانية ونكل بنا، كنا نبحث عن هروب. شعرنا بدأ التنظيم السري لحركة فتح ونحن في المقاعد في أول المراحل الثانوية عام 66-67. في عام 67 كانت أثار الانتكاسة وحرب حزيران كانت لها تأثير عميق في نفوسنا كفلسطينيين، وكانت أيضا شحن سياسي لنا. ب68 بدأت العاصفة بعد معركة الكرامة، هنا كانت الثورة الفلسطينية داخل المخيمات. بدأنا نبحث عن المكان، بدأنا بالتنظيم السري داخل المخيمات
وبدأ الاتصال معنا. واحدة من هؤلاء الذين كانوا يبحثون عنا أبو جهاد وأم جهاد وغيرهم، والتحقنا بالجهاز العسكري في سوريا أولا، ومن ثم بآخر عام 68 وبداية عام 69 دورات تدريبية سريعة، ومن ثم انطلقنا إلى الأراضي اللبنانية، وكانت بداية وجودنا في الأراضي اللبنانية من الطلاع الذين تواجدوا على الأراضي اللبنانية في العرقوب أولا، ودخلناها مشيا على الأقدام من الأراضي السورية، ومن ثم إلى منطقة بنت جبيل والقطاع ما يسمى ما تم تسميته في حينه القطاع الأوسط. من هنا كانت البداية المسلحة لنا كفلسطينيين. عام 69 حطت رحالها قوات جيش التحرير الفلسطيني برئاسة اللواء أبو طعان المعروف بالاسم المشهور للشعب الفلسطيني أبو طعان، الذي قام بعمليات إنزال بحرية على المخيمات التي تقع على الشواطئ، وطرد قوات الدرك اللبنانية التي كانت تنكل بنا من المخيمات هذه، ومن هناك انطلقت على كافة المخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان، وتم تحرير الشعب الفلسطيني من يعني الألم الذي كانوا يعني. لم تجبني لماذا سلطان؟ ببداية الحركة عندما انطلقنا إلى العرقوب، قائد الوحدة العسكرية التي الله رحمة الله عليه أبو علي عام بداية 69 هو الذي أعطاني هذا الاسم سلطان أبو الهنين، وأصبح هذا اللقب يغلب اسمي. وبمرارة أقول أن كثير من زملاء الشهداء الذين استشهدوا ما لم أكن أعرف إلا أسماءهم الحركية، عندما عدت إلى الوطن بعضهم من أعز الناس إلى قلبي تعرفت إلى أسمائهم الحقيقية بعد استشهادهم، ولم أعرفهم من أي قرية أو مدينة في فلسطين. هنا تعرفت عليهم بعد عام 2009. يقال من يريد أن يعرف ما يجري في المخيمات الفلسطينية في لبنان عليه أن يسأل السلطان أبو العنين. هل برأيك هناك تغيير في نهج السياسات اللبنانية إزاء المخيمات، وخصوصا مع ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة لقضية اللاجئين؟ للأسف اللبنانيين يعني لديهم قلق غير مبرر بأنه إعطاء الفلسطينيين حقهم في العمل والتملك في الأراضي اللبنانية وحرية العمل لهم كاللبنانيين بعد مضي 70 عام على وجودهم في هذه الأراضي اللبنانية كضيوف. اللبنانيين لديهم هاجس بأن إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية يعني تكون حافزا لهم للتوطين داخل الأراضي اللبنانية. اللبنانيين لديهم قلق، أتفهم قلقهم، إنه لبنان تركيبة الديموغرافية تركيبة طائفية ومذهبية، ولا يتحمل لبنان طائفة سنية أخرى موجودة تعزز الطائفة الموجودة أصلا من اللبنانيين. ولكن سؤالي أنا أيضا، لماذا أعطيت الجنسية اللبنانية للفلسطينيين من القرى السبعة؟ يقول لك الجواب عند اللبنانيين بأن هذه القرى هي أصلا قرى لبنانية واحتلت من الإسرائيليين. لا أعتقد أن فلسطينيا يقبل لنفسه أن يسجل أنه يقبل وطنا غير فلسطين، رغم عذابات الحاضر والأمل في المستقبل، كل ذلك نتفهمه، ولكن هناك هجرة فلسطينية منظمة، وهذا يروق للمجتمع الدولي
وللباحثين عن تصفية القضية الفلسطينية أن يهجر الفلسطينيين ويتم استيعابهم وتوجيههم في الدول العربية، وخاصة الموجودين في سوريا وفي لبنان. هؤلاء الذين يعانون شغف الحياة ورغيف الخبز، الكفاءات والخبرات ليس لها مكان، خريجي الجامعات ليس لها مكان للعمل في لبنان، يعني أكثر مما يعني سنويا أكثر من 5% أو 10%. لذلك أعتقد بأنه حتى الطبيب الفلسطيني يتجاوز راتبه 1200 دولار، وهذا لا يكفي إجرة منزل ومصاريف سيارة وطلاب ومدارس وما إلى ذلك. لذلك كل الشعب الفلسطيني لديه معاناة. في الأونة الأخيرة كانت زيارات متكررة لحركة فتح إلى لبنان وحتى لقاءات مع حزب الله، هل هذه اللقاءات بناءة أم برأيك أخطأوا بهذه اللقاءات؟ للأسف كل هذه اللقاءات لا تبحث جوهر المشكلة، تبحث بقشور المشكلة. جوهر المشكلة أهلها الذين يفهمون معاناتهم ومآسيهم. لا يجوز أن تذهب الوفود وتعود ونستبشر بالنصر والفتح المبين، وأنا لا أرى أي مردود إيجابي يتلمسه الفلسطيني في لبنان. بكفي الفلسطيني معاناة، بكفي ألم، بكفي وجع. فلسطيني غالبا من يمرضون لا يستطيعون، الوكالة قلصت خدماتها المسؤولة عن ذلك. نحن نقدم قسم بسيط للمرضى الذين بحاجات إلى عمليات صعبة، والفلسطيني يضطر لأن يستدين أو 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 إلى آخره، والبعض يموت وجعا وألما ومرضا. لماذا كانت إسرائيل تمنعك من زيارة لبنان؟ لا يعني منعتني من المغادرة لمدة 2 سنة و7 شهور. مرض في وضع صحي يعني لم يكن سهلا، الحمد لله تجاوزته. تدخل الرئيس أبو مازن مشهورا بهذا الأمر، وتمكنت من تناول علاجي كاملا، والحمد لله الآن أعطوا كما كنت قبل المرضى. إسرائيل طالما اتهمتك بالتحريض وحتى واشنطن طلبت إبعادك عن حركة فتح، لماذا؟ أنا يعني أمارس قناعاتي السياسية ومقتنع بما قلت، ولكن ما قيل يعني بمبالغة كانت عبارة عن يعني حديث بيني وبين أحد الصحفيين، واستغل وكان انتهازيا للأسف ورخيص. أنا مقتنع أننا حقنا المشروع أن ندافع عن شعبنا الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة، كي لا نقطة ونموت كالأغنام. لا أدعو للإرهاب، ولكني أدعو للمقاومة الشعبية على طول امتداد الوطن. للأسف ليس لدينا مقاومة شعبية للأسف. أما أن يبقى المستعمرين والمستعربين والمستوطنين يهاجمون أرضنا ومزارعينا وأراضينا ومدارسنا دون أن نتصدى لهم فهي مصيبة. علينا أن نعطي الحافز المعنوي وأن نكون كمسؤولين إلى جانب أبناء شعبنا في الدفاع عن أرضهم، لأن هذه الأرض ليست ملكية فردية لي أو لك، هي أرض ملك الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني. علينا أن ندافع عن كل شبر من هذه الأرض. أنت كنت رجل مقرب من الرئيس الراحل ياسر عرفات، حتى قيل بأنك كنت الطفل المدلل للرئيس الراحل. هل أخطأ عرفات بأوسلو؟ أوسلو لم يكن خطأ. أوسلو لو قدر، لو نفذت كما تم الاتفاق عليها كنا الآن في شبه وطن، ولكن الاحتلال استقوى علينا ونفذ من اتفاقية أوسلو ما يتناسب مع مصلحته الاستراتيجية وما يتناسب مع مصالحنا، داسها بحذائه، وليس قوة للردع، وليس لم يكن لهذا الاتفاق ضمانات دولية للتنفيذ للأسف.
قلت في السابق بأنه أصبحنا قريبين من وضع يدنا على قاتلي عرفات، ماذا كنت تقصد بذلك؟ أعتقد باتت الخريطة معروفة لدينا، ولكن هذه تحتاج إلى قرار سياسي للإفصاح عنها. أحدهم قتل وآخرين لم يقتلوا، لم يكن واحدا، كانوا فريقا، ولا أملك حق الحديث في هذا الأمر. هناك لجنة مخولة من اللجنة المركزية سابقا، وهذا حق القيادة السياسية في حركة فتح أن تفصح عن هذا الأمر بالوقت الذي تراه مناسبا. والآن أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده، ابقوا معنا. تفاخم الملفات تشتعل الشبكة، مغردون ومعلقون وشاشات صغيرة، والجميع سواسية، مواطنون ومسؤولون، وفقط هنا الفضاء متاح والنقاش مباح. حديث الشبكة يأتيكم في الأوقات التالية. على هذه الطاولة نطرح الرأي والرأي الآخر، نبحث في وجهات النظر ونختلف حولها، نستمع لجميع الأصوات ونناقش بعدها، نظهر الخلاف والاختلاف بين الحلفاء والخصوم، وعندما يشتد الحوار تبرز الحقيقة. المناظرة اليومية تأتيكم فقط على شاشة i24 News. مضيق تحت التهديد وجار تحت الوعيد، مجلس تعاون منقسم، ناطحات سحاب وإعادة حساب، خليج الحرمين وحرب القطبين، فضائيات تتعقب ودول عظمى تترقب. عين على الخليج يأتيكم في الأوقات التالية. لطالما يفضل الساسة ما وراء الكواليس، ونحن نكشف عما خلفها. فالقادة يفضلون المبطن، والمواطن يبحث عن الحقيقة. جئنا لنزيل القشور عن ضبابية الواقع، ونخلط بين المستور والمكشوف لتكتمل الصورة. هذا المساء برنامجكم الذي لا يرتاب من نقل الحدث وأبعد من ذلك. هذا المساء يأتيكم في الأوقات التالية. خط التماس ما بين السياسي والرياضي، عن التحديات والنجاحات وصراع الهويات، ما بين المواهب والمصاعب، عن نجوم الكاميرات ومن لم تصله أضواؤها، نسلط الضوء ونضع الخط. خط التماس يأتيكم في الأوقات التالية. The Middle East. I-24 News is a witness. Our journalists live and breathe there every day. Get all the latest global news from our studios in Tel Aviv, New York, Washington, and Paris. Anytime, anywhere. Download the i24 News app, available on Roku, Amazon Fire, Apple, and Google stores. i24 News, see beyond. لكل خبر سياسي خلفية اقتصادية، ووراء كل قرار ركيزة مالية، وفي كل ملف مصالح مادية، سياسة واقتصاد وأسواق بالمرصاد، حروب ونزاعات، سلع وابتكارات، وبين هذا وذاك مواطن أو مستهلك في وجه التداعيات. ملفات اقتصادية يأتيكم في الأوقات التالية. سياسات تبلور في أروقة دول عظمى، نتابع تداعياتها في دول مختلفة، أحداث آنية نخوض في عمقها ونعود إلى أساس تاريخها، نعرج على أبرز الأحداث السياسية والثقافية والبرلمانية، كما نسلط الضوء على سطوع وجه نجم الأسبوع. في مدار الأسبوع ننقل ما لم ينقل في منابر الإعلام. مدار الأسبوع مع مهند نبيل يأتيكم في الأوقات التالية. بين السطور ثمة حقيقة منسية، وفي عمق العناوين أجندات مخفية، مقالات وتحليلات لرسم السياسات. نتعمق في التحليل ونبحث عن السياق وخلفيات الأمور خارج الصفحات وبين السطور. العدد الأخير يأتيكم في الأوقات التالية.
أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء مع اللواء سلطان أبو العين قيادي في حركة فتح. بماذا يختلف الرئيس الراحل ياسر عرفات عن الرئيس الحالي محمود عباس؟ تجمعهم صفة واحدة أنهم لديهم التزام وطني حديدي لا يمكن أن يفرغ ما قتل من أجله ياسر عرفات أن يفرض فيه أبو مازن. تتفق معه أو تختلف معه ولكنه ضمانة وطنية. ياسر عرفات كان يعتمد على المقاومة بكل أشكالها عندما يلزم الأمر لتحقيق هدف سياسي، وأنا شاهد على ذلك بكل الوسائل ومن كل الجغرافيا. هل برأيك على السلطة الفلسطينية أن تؤمن بالكفاح المسلح أو بخيارات أخرى؟ لا تؤمن، ليس هناك إيمانا بممارسة هذا الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني عندما نقتل وعندما نحرق كبيت الدوابشي والطفل المقدسي. بكفي أن نبقى نشيع شهدائنا وتقبل التعازي أو التهاني أو التبريكات كما يقول البعض. نرى اليوم ما يجري في قطاع غزة ومن دور قطري بمشاركة إسرائيلية أو حتى مشاركة أممية، كيف ترى هذا الدور وكيف ترى ما يجري في قطاع غزة؟ ما يقلقني هو الولاية القطرية على قطاع غزة، وقطر ليست يعني دولة نووية تستطيع أن تفعل ما تفعله الآن في قطاع غزة دون مباركة أمريكية إسرائيلية، وأخشى أن يكون ذلك اتفاقا لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وشطب الحلم الفلسطيني بقيام دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية محتلة عام 68. ما يجري الآن مخيف. المصالحة التي لن تروها مضيعة للوقت. حماس لديها برنامج الإخوان المسلمين، أتمنى أن تكون فلسطينية كباقية الفلسطينيين، ولتحتفظ بمبادئها بقتال العدو الإسرائيلي بالحروب بكل ما كان. نحن نتفهم أيديولوجية بعض القوى السياسية الفلسطينية ولا تتفق معها في هذا الأمر. أما أن تراهن على القطريين وما ينتظره القادم من فصل لقطاع غزة ولتكون غزة ولاية أو إمارة للإخوان المسلمين أو قاعدة ارتكازية للإخوان المسلمين، أعتقد بأنه هذا سيكون كارثي على الشعب الفلسطيني. إذا ما هي الوسيلة؟ ماذا يفعل العمادي في غزة؟ لا علم للسلطة الفلسطينية بما يجري. إسرائيل تنقل الأموال القطرية لحركة حماس وتأخذ أسماء الذين سيستفيدوا من أعضاء القسام والمقاتلين وإلى آخره، وترفض وتقبل بأن هؤلاء يستحقوا أو لا يستحقوا، سيتقرر. ما هي الوسيلة لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة؟ عندما ينتهي مشروع الإخوان المسلمين في قطاع غزة وتنتهي صفقة القرن، وندوس على صفقة القرن ولا يكون لها مدخل أو مكان في عقل المرضى الفلسطينيين عنا سياسيا. صفقة القرن حطت رحالها في قطاع غزة، وأرجو أن يتم أن يفهم الإخوة في حركة حماس وكل القوى السياسية الفلسطينية أن هذا سيؤدي إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وتنتهي القضية الفلسطينية. رأينا في الآونة الأخيرة مؤتمر وارسو، كيف ترى هذا المؤتمر؟ في مؤتمر وارسو رفضت القيادة الفلسطينية والأخ أبو مازن رفض أن نحضر، لأن هناك كان استهدافا لفلسطين ولإيران ولمنطقة الشرق الأوسط. حتى الأخ أبو مازن رفض أن يبقى سفيرنا هناك، استدعاه ليكون هنا في فلسطين
ولا يسجل علينا أننا كنا موجودين أو شاهدين على ما يجري في وارسو. وارسو بداية حلقة لفرض برنامج سياسي جديد. سبقت قرن أعلنوا عنها الأمريكيين نهار أمس أنهم لم يفصحوا عنها إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية في نيسان. أعود بك إلى قطاع غزة. وقيل في الآونة الأخيرة بأن ربما قضية أو عملية التفاوض من أجل الانقسام انتهت. إذن ما هي الخيارات أمام الحركة أو السلطة الفلسطينية؟ ويقال ربما بأن الأطراف أصبحوا قريبين أكثر إلى حرب أهلية. هل توافق هذا الإدعاء؟ لا أعتقد أن في غزة قد يكون هناك حرب أهلية، لكن حماسة تستطيع تضع الشعب الفلسطيني المعارض لأي صفقة مشبوهة أن تضع كل الشعب الفلسطيني في السجون. الشعب الفلسطيني بانتمائه الفطري فلسطيني ووطني بامتياز. إن حتى حركة حماس ستشهد انشقاقات بداخلها، لأن أيضا هؤلاء فيهم أناس يتفهمون المشروع الوطني الفلسطيني ولا يسعوا لأن يكونوا ذراعا للإخوان المسلمين، هم فلسطينيين. أعتقد أن يعني في حال يعني بدأ تطبيق الصفقة في قطاع غزة، أعتقد أن حركة حماس لن تكون بخير من بين أعضائها. بالنسبة لمؤتمر وارسو، ربما المشهد الأبرز الذي كان خلال هذا المؤتمر هو التزاحم العربي إزاء إسرائيل ولقاءات الوزراء الخارجية العرب مع نتنياهو بلقاءات مغلقة ولقاءات مفتوحة. كيف ترى هذا التزاحم العربي إزاء إسرائيل؟ للأسف شيء مخجل أن تراهم يعني يتصافحوا يعني وصور تذكارية، والبعض يحج إلى إسرائيل بدل يحج إلى الأقصى، ونتنياهو يحط رحاله في دولة عربية، وللأسف شيء مخجل. وهذا الأمر نصف لكل المبادرة العربية وما تضمنته. بعض العرب لهم كل الاحترام الذين رفضوا الحضور، وبعضهم رفض أن يلتقي بصورة تذكارية أو غيرها مع نتنياهو، لهم أسبابهم. ولكن يعني هناك أكثر من 12 دولة عربية رفضت الحضور وهي مدعوة. فلسطين دعيت ورفضت المشاركة وهي لم تكن مدعوة بالأصل في أولا، ولكن الدعوة بعتتها بولندا وسلمتها وبعثتها لوزارة الخارجية وسلمت نسخة منها إلى سفيرنا في وارسو. ومع هذا وذاك القيادة الفلسطينية ردت بأنها لن تحضر هذا المؤتمر. كيف تردون على هذه الدول العربية؟ يعني رحم الله أبو إياد، نحن بحاجة إلى أبو إياد. طبعاً ما أقول ما تقوله بالنسبة لما يجري في الوطن العربي، وكأن الطرف الفلسطيني تحول إلى عنصر استقرار في المنطقة. وين الوطن العربي؟ وين الوطن العربي؟ السعودية، قطر، المغرب، تونس. السعودية هناك معركة ستطول رحاها مع اليمن، ليبيا، اليمن، سوريا، وماذا بعد؟ تونس، السودان. القتلة المسميين بالإسلام الإسلام منهم براء في سيناء. وين؟ أين هي؟ العراق، سوريا. للأسف. إذا سألت أي حاكم عربي أو أي مواطن عربي يقول لك بأن ربما الفلسطينيين يخطئون بفهم الصورة الاستراتيجية الشاملة، وبأن الأمور تغيرت اليوم، الأولوية هي إيران وبعد ذلك القضية الفلسطينية. كيف ترد على ذلك؟ يؤسفني أن تكون يعني العداوة ما بين بعض الأشقاء العرب وإيران بلغت هذا الحد، وكلهم يتحملوا مسؤولية أن يبادروا إلى تفاهمات، وأن تكون إيران شريكا مع الأشقاء العرب لأنها تقع في المنطقة العربية. ولا يجوز أن نستعدي إيران لمصلحة زيد أو عمر في المنظومة العالمية. هناك تهويل
على الأشقاء العرب بإيران ودور إيران في المنطقة، وأنا لا أتفق مع هذا التعليل لهؤلاء. يحاولون أن يحولوا الصراع وما بين فلسطين والاحتلال إلى صراع عربي مع إيران، وهذه خطيئة سياسية. أتمنى على الأشقاء العرب أن يتفهموا ويتفاهموا، هناك مصالح مشتركة مع إيران، ولا أجوز أن يعني أن نكون يعني وكلاء للولايات المتحدة الأمريكية أو سواها في معاداة إيران أو دولة أي دولة في منطقة الشرق الأوسط، وبناتنا يقتلوا تحت شعار لديهم سكين، وغالبا تضع السكين لهم بعد قتلهم. ولكن هناك أيضا جنود لم تروها ولم نراها، جنود هؤلاء جند الله في فلسطين، ليسوا مرتبطين في أي حزب سياسي أو تنظيم سياسي، لهم قناعاتهم السياسية. هذه الأرض لنا ولن تكون إلا لفلسطين، نحن هنا باقون وهم حتما راحلون. هذه حتمية قرآنية، هي حتمية قرآنية، وأنا أؤمن بذلك. لذلك قيل في الآونة الأخيرة بأنه انتهى قضية الصراع العربي الإسرائيلي وبقي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لا أعتقد أن هناك صراع عربي في المدى المنظور، هذا أمر قد يكون هناك صراعا فلسطينيا عربيا ممثلا بأحزاب وقوى سياسية، أما أن يكون صراعا عربيا لا أرى في المدى المنظور ولا الأبعاد أن هناك صراع. قد يكون هناك صراع عربيا إسرائيليا، هناك دول أصبحت مكبلة بتفاهمات دولية ومقيدة بتفاهمات دولية وبالتزامات دولية، هناك حرب أمريكية إسرائيلية على البنوك التي تحول للسلطة الوطنية الفلسطينية الأموال المقررة مساعدات من هنا أو هناك، هناك حرب ضروس وظهرت للعلن لإفقار الشعب الفلسطيني. وحذاري، أتمنى أن يوقف المساعدات المالية ويمنعوا وصولها للسلطة الوطنية الفلسطينية، أتمنى ذلك ليدفعوا ثمن تجويع الشعب الفلسطيني ورد فعله الانتقام لكرامته ورغيف خبزه، لعل ذلك يحركنا جميعا. اليوم نشهد وقف للمساعدات المالية من قبل واشنطن للسلطة الفلسطينية، وأيضا نشهد محاولات إسرائيلية لمنع هذا الدعم وضغوط أمريكية إسرائيلية لوقف هذا الدعم، كيف ترى هذا الأمر؟ أتمنى أنا بموقع مسؤولية متواضعة، أتمنى أن يوقفوا المساعدات نهائيا ويمنعوا تحويلها للفلسطينيين لمدة 3 شهور وحدها الأقصى 6 شهور ليروا قدرات ورد فعل الشعب الفلسطيني عندما يجوع وعندما يحارب برغيف خبزه وقوت أطفاله. الإمام علي كرم الله وجهه قال: عجبت لرجل لا يجد قوتا في بيتي لا يخرج على الناس شهرا سيفه. هناك قطيعة شاملة بين الطرف الفلسطيني والطرف الأمريكي، هل برأيك أخطأتم في هذه القطيعة؟ السلطة الوطنية امتلكت من الجرأة ما لم يملكه نظام عربي أو نظام آخر، قطعت كل العلاقات عندما أعلنوا عن صفقة القرن، أعلنت قطع العلاقات وبعثت رسالة إلى الإدارة الأمريكية ترفض فيها استلام المساعدات المالية. يحاول السفير الأمريكي هنا أن يلتقي بالقيادة الفلسطينية أو بجهة سياسية ما وترفض القيادة الفلسطينية، هناك تعليمات صريحة وواضحة عدم لقائهم.
كيف ألتقي مع جهة سياسية تتآمر وتريد أن تدفن القضية الفلسطينية وأحلام شعبنا الفلسطيني؟ لا، السلطة الوطنية الفلسطينية كانت يعني امتلكت قرارا جريئا وشجاعا تستحق الاحترام، والرئيس أبو مازن كان جادا بهذا الموضوع، جادا وصارما أيضا أن ترسل رسالة لهم: لا نريد مساعداتكم في ظل ما تقومون به. هذه شجاعة فلسطينية يتم لابد من احترامها. نرى في الآونة الأخيرة تحرك روسي إزاء القضية الفلسطينية، زيارات للفصائل الفلسطينية إلى موسكو لم يصدر عنها الكثير، ورأينا ذلك في البيان الختامي. هل لروسيا يمكن أن يكون دور حقيقي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ لا شك أن الدور الروسي مؤثر، ولكن هناك مرض في النفوس بالبعض، وارتهنوا لقرار آخر ولرؤية سياسية لا يفصحوا عنها الآن. لذلك أعتقد أنها لا تراهن على إنهاء انقسام أو على مصالح فلسطيني بالمدى المنظور. وأنا وأنتم أرجو أن يكرمنا الله ببقية من العمر لنذكر بعضنا بعضا. انتهت المصالحة والانقسام مستمر منذ الجلسات الأولى للحوار في أول عامه. 12 سنة صرنا نتفاوض ونتحاور، كل ما حد بيكفي عاد، بيكفي نخجل من شعبنا الفلسطيني ونكذب بهذا الكذب. لا هنا لا ليس هناك مصالحة فلسطينية، ولا أنا لا أراهن أن هناك مصالحة فلسطينية، وأرجو أن أكون مخطئا. هناك من يقول بأنه لم يبقى خيار للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة سوى الخيار العسكري، هل توافق هذا الادعاء؟ يعني وضعنا الحالي لا نحسد على وضعنا وبشاعة حاضرنا. أنا لا أقول أننا في الزمن الجميل، قد أشتاق للزمن الجميل الماضي الجميل، ليس حبا به وإنما لبشاعة حاضرنا. ولكن غدا لن يكون كاليوم. أي ضغوطات يتعرض لها الشعب الفلسطيني سيكون له رد فعل عنيف، وعلى مجتمع الدول أن يتحمل تداعياته وتبعاته. يعني ربما تقول بأن الخيار العسكري وارد في قطاع غزة؟ لا أقول الخيار العسكري، ولكن أقول ثورة شعبية، انتفاضة شعب كامل دون استخدام السلاح. الاحتلال يتحمل مسؤولية، والإدارة الأمريكية الحمقى هذه عندما تنتهي ولاية هذا الرئيس الأمريكي الأحمق ستكون الولايات المتحدة الأمريكية كشجرة التوت، تعرض من كل أصدقائها. سياسة حمقاء يشتغل مع علاقاته الدولية وعلاقاته العالمية كأنها تجارة بيزنس وأرباحه. هذا يتعاطى بكل سخافة، يقول عليها الدولة الفلانية تدفع نحن نحميها، ولا تنتفض هذه أو تلك الدولة لكرامة شعبها. هو بيحمي دولة للأسف ونصمت. بعضهم تجرأ ورد علي. أعود بك إلى مواقف الدول العربية. ربما الموقف الذي اختلف مؤخرا وعاد إلى الموقف التقليدي هو موقف السعودية، ورأينا زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى السعودية. كيف تقرأ الموقف السعودي في ظل المواقف العربية الأخرى؟ الموقف السعودي كان صريحا وواضحا من القضية الفلسطينية، ومتمسكا ويرفض التطبيع بكل أشكاله مع الاحتلال الإسرائيلي، ويصر على المبادرة العربية، ودون ذلك لن يقبل به الموقف السعودي. وكذلك يعني غالبية إلا بعض من خرج عن الإجماع العربي من الدول الخليجية للأسف. ماذا ستقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة لصفقة القرن الأمريكية؟ لن تهزموا فلسطين، لن تستطيعوا أنتم وكل أدواتكم واحتلالكم لأرضها، لن تستطيعوا أن تهزموا الشعب الفلسطيني.
يقرأوا القرآن، عودوا إلى ما قاله رسول الأكرم صلوات الله عليه وسلم. هذه أرض فلسطينية ولن تكون غير فلسطينية. اليوم هناك معركة انتخابية إسرائيلية قريبة، هناك منافسين جدد، هل تكترثون لنتيجة الانتخابات الإسرائيلية؟ أعتقد أن الأمور تتجه باتجاه نتنياهو، أعتقد باستفاد من يعني وظف الموقف الأمريكي بما يخدم مصالحه، وارسو خدمة لنتنياهو قبل الانتخابات، وأعتقد أن الأمريكيين كانوا يقصدون ذلك. هناك مؤسسة صهيونية استعمارية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، شريكة في صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية على حساب الشعب الأمريكي. للأسف القوة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية يغيب صوتها وفعلها من الساحة الأمريكية والعالم الآخر. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى فقرة بكلمة واحدة. ياسر عرفات، لن تلد النساء الفلسطينيات أبدا ما يشبه ياسر عرفات، ومعذرة محمود درويش، ليس فينا أحد يشبه ياسر عرفات، لا شيء فينا يشبه ياسر عرفات. محمود عباس، رجل حارس وأمين على ثوبة ياسر عرفات التي صانها وصاغها بدمه، لن يفرط، وسنندم على اليوم الذي يغادر فيه الرئيس محمود عباس المشهد السياسي. بنيامين نتنياهو، شخصية تقوم بما فيه مصلحة استراتيجية للشعب اليهودي، ولا يؤمن بالسلام ولا يريد أن يصنع سلاما، لأنه يعرف تماما أن السلام سيؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وهذا ما لا ترفضه إسرائيل. عدوا للشعب الفلسطيني. يحيى السنوار، لا أعرفه جيدا، ولكن إذا كان هو أحد أدنى السجن عند الإسرائيليين، ولا أقول عنه حتى الآن أنه أحد أذرع الإخوان المسلمين، وإنما يمثل طيار سياسي يحترمه. إسماعيل هني، رجل موزون غير صبياني، أتمنى أن لا يكون رأس الحربة للإخوان المسلمين في غزة. حسن نصر الله، كل الاحترام له ولمكانته ولدوره في سوريا ومستقبلا. بشار الأسد، هو من أصدر حكما علي في الإعدام في لبنان، من أفرض الحكم الإعدام علي في لبنان، وهو من خاض أمر بحرب المخيمات على شعبنا الفلسطيني، هو من قتل منا الكثير. ولكن ما يجري الآن في سوريا، دعني أكون صريحا وصادقا مع نفسي، لا عداوة دائما في العلم السياسي وفي المصلحة السياسية. إذا خيروني بين أمرين، أن أقاتل النظام بما له من دماء في يديه، وما أو أن أقاتل القوة التكفيرية، سأختار أن أحمل بندقية النظام السوري أو بندقيتي لأقاتل أجانب النظام السوري دفاعا عن سوريا. دونالد ترامب، معتوه أسوأ رئيس أمريكي للشعب الأمريكي في تاريخ أمريكا. محمد بن سلمان، رجل طموح شاب لديه رؤية وأتمنى له بعد عمر مديد لجلالة الملك أن يكون له مستقبل وطني في العالم العربي. عبد الفتاح السيسي، بعد ما جرى في مصر أنقذ مصر من الإخوان المسلمين،
يستحق الاحترام. سلطان أبو العينين. هو سلطان أبو العينين لن يتبدل ولن يتغير. اللواء سلطان أبو العينين القيادي في حركة فتح، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك. وبهذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج حديث آخر. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.